هذا الخزان ما عليه مظلة، نشوف كم درجة حرارة الموية. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف من خارج الخزان يعني 48 تقريبا. طبعا الساعة الحين 5 العصر. هذه الماسورة نازلها من الضاغط العلوي وتغذي الشبكة، هو يسمى بالبطارية. خمسين. مواسير التغذية اللي عليها ظلال. أربعة واربعين، 43.5، 44. قصتها الحين نبي نشوف كم المويه اللي طالعه. طبعا شغلتها شوي عشان تروح المويه اللي قبل، يعني تكون المواسير تحت البلاط فبارده المويه، خليتها شوي. الان نعبي ونشوف. انا بعطيكم الارقام وانتم بتعرفون السبب. 37. هذه الفله اللي تم فحصها قبل شوي. الان نبي نجي لهذه اللي على الخزان، غطاء مظله يعني، وعلى مواسير الشبكة أيضا دولاب محمية من الشمس. الموية بداخل ذاك الخزان قلنا 42، هذا اللي تحت المظلة الآن ومهوى يعني من النوع المجدول هذا. تسعة وثلاثين ونص تقريبا، يعني 0.8. ومن خارج الخزان درجة الحرارة 42 مقابل 48 للي ما عليه مظلة. اللي ما عليها مظلة قلنا ذيك الماسورة اللي من الضغط وتغذي الشبكة يلاحظ انها مكشوفة بنسبة كبيرة، بينما الماسورة هنا مكشوفة بنسبة قليلة. وماسورة التغذية هناك قلنا تقريبا 50، هنا 42. الآن بنفحص الموية، خليته شوي يصب زي ذيك الفلة. هناك قلنا 37 مضبوط، صحيح الفرق تقريبا نص ساعة بين هناك وهنا. شوف المفاجأة، ها، مع أن الحين أنا فرق نص ساعة يوم أفحص هناك، وهنا في مظلة فوق الخزان وفي دولاب على مواسير الشبكة. هذا الدولاب الفرق الوحيد الوصلة، كلش لصالح هذه الفلة، ومع ذلك تقريبا واحدة. اللي تجيه الموية حارة جدا، أتمنى أن قياسات حلقة اليوم تفيدك في اتخاذ القرار الصحيح والاقتصادي بدون تخسر من أجل تبريد الماء.